نكمل يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. السيشن الثاني هو نكمل التايب اوف سبيد، انواع السرعه. زي ما اتفقنا قبل كده السبيد ايكوال ايه؟ ايكوال الديستانس اوفر تايم. طب يا ترى ايه انواع السبيد؟ انا عندي هاخد السنه دي في الليسون ده او في اليونت دي هناخد فيها اربع انواع من السرعه. هناخد اول حاجه ريجولار سبيد، هناخد الريجولار سبيد، هناخد average speed، هناخد relative speed. يعني اربع انواع من السرعه هناخدهم السنه دي او في الليسون ده. تعال نشوف الافريجز اللي سوري الاول الريجولار دي اخدناها قبل كده، حضرتك اخدتها قبل كده اي ثينك في جريد 7 في اولى اعدادي تقريبا او ثانيه في اولى اعدادي. اخدنا نوعين من السرعه، سرعه اسمها ريجولار وسرعه اسمها الريجولار. ايه الفرق بين الاثنين؟ تعالى واحده واحده. في حالة الريجولر اسمها سرعة منتظمة، يعني واضح جدا ان حضرتك بتقطع مسافات متساوية في ازمنة متساوية، اللي هي cover equal distance at equal period of time. صاحبنا في العشر ثواني الاولى قطع 100 متر، في الثانية 100 متر، في الثالثة 100 متر، في الرابعة في الخامسة. معنى كده ان هذا الجسم move by regular speed. Why؟ إجابتي كالآتي: because it cover أو it move to cover equal distance at equal period of time. ده الـ give reason بتاعي. يقول لك أي جسم يقول لك give reason الحاجة دي move with a regular speed. تقول له because it cover equal distance at equal period of time. دايما بيقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية، أسميها regular speed أو أسميها uniform speed. ماشي يا سيدي، خش على التانية. الحاجة الوحيدة يا جماعة اللي بتمشي بregular speed all the time هي الالكترومغناطيك ويف زي اللايت. طب يا سيدي هو أنا ما ينفعش أمشي بregular speed؟ أقول لك ينفع يا ابني، بس إيه؟ هتمشي بريجولار سبيد لفتره ثم بعد كده لازم هتمشي بالريجولار. طب ليه؟ زي بالظبط السؤال ده يقول لك give reason. most of moving car in crowded towns move often by in uniform non uniform او irregular. طبعا في سببين: الكونديشن اوف روتس اللي هي ظروف الطريق، مطبات، منحنيات، مش عارف ايه، اند ترافيك والمرور، اشاره المرور هتوقفك. انما اللايت ما عندوش ترافيكس، ما عندوش كونديشن اوف رود، فهيمشي دايما بريجولار سبيد. يبقى اي جسم بيتحرك بريجولار سبيد ذاتس مين ات كفر ايكوال ديستانس ات ايكوال بيريود اوف تايم. حتى لما يقول لك وات مين تو باي، تعالى بقى اعرفك حاجتين. احنا هناك كنا بنتكلم وات مين تو باي وقلت لك اوبجكت بيتحرك بسرعه 50 كيلو متر بالاور، ما قلتلكش انها ريجولار. قلت لك لما يجي لك وات مين تو باي ويجيب لك سرعه، حضرتك فكها لحاجتين: لديستانس وتايم. ذاتس مين ذا اوبجكت موف او كفر 50 كيلو متر ان 1 اور. ده معناها كده جسم بيتحرك بسرعه 50 كيلو متر بالاور، ذاتس مين هذا الاوبجكت كفر 50 كيلو متر ان 1 اور. طب لو انا جبت نفس الجمله بس قلت ريجولار سبيد، ريجولار ما فيهاش اختلاف، يبقى لازم كفر 50 كيلو متر in each. وخلي بالك من كلمة each ايه؟ each hour، يعني لكل ساعة. طب ايه الفرق بينها وبين السرعة اللي انا قلتها قبل كده النورمال؟ النورمال دي سرعة عادية ممكن تتغير، لكن الريجولار دي ما بتتغيرش، هي سرعة ثابتة all the time. فعلشان كده هحط كلمة each في الجملة. That's mean that the object cover distance 50 kilometer in each 1 hour. وده معنى كلمة regular speed، سرعة
منتظمة. تمام يا شباب؟ تمام يا سيف. نخش على الريجولار أو نون يونيفورم، السرعة الغير منتظمة. السرعة الغير منتظمة يا شباب لها تعريفين. المهم في التعريفين إيه؟ أنت عندك تايم وديستانس. لو قلت كفر ان ايكوال ديستانس يبقى التايم ايكوال، لو قلت ال ايكوال ديستانس يبقى التايم ان ايكوال. يبقى في حالة الريجولار سبيد الجسم بالعربي اهو بيقطع مسافات متزاوية في أزمنة غير متساوية، أو مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية. يبقى هيقول لك جيف ريزون، بص الجيف ريزون ده، قال لك الترين أو المترو ليه يا عم بيتحرك بسرعة غير منتظمة؟ تعال نشوف السؤال يقول لك إيه. جيف ريزون ذا مترو موف ويز أن إرريجولار سبيد. أقول له من تعريف الإرريجولار، بيكوز ات كفر أن إيكوال ديستانس أت إيكوال بيريود أوف تايم. ده صح. أو التاني it cover equal distance في an equal period of time. يبقى لو واحد an equal التاني equal، وده معناها انه بيتحرك بسرعة غير منتظمة. ايه معنى كلمة irregular speed؟ معناها يا شباب ان هذا الجسم طول ما هو ماشي، طول ما هو ماشي سرعته بتتغير by the time. يعني انا راكب سيارة ألاقي نفسي ماشي بسرعة كذا، الطريق مفتوح، زودت السرعة، الطريق وقف، قللت السرعة، فشغلته للوقت سرعتي بتتغير، مش سرعة ريجولار أو ثابتة. فعشان كده بقول الريجولار سبيد. طيب يبقى كده عرفنا الفرق ما بين الريجولار والريجولار. زي ما قلت لك الجسم بيتحرك بريجولار، يبقى طول الوقت. انا هديك مثال كده، انا ركبت سياره، قلت للراجل من فضلك يا سائق مشي بسرعه منتظمه طول الوقت، وحددتها له، قلت له ماشي بسرعه 50 50 كيلو متر بالاور، قال لي حاضر. فاصبح كده انا في اي لحظه حد يسالني يقول لي انت ماشي بكام، من غير ما افكر ومن غير ما ابص في السبيدو ميزر بتاع الكار، انا اقول له انا ماشي بسرعه 50 كيلو متر بالاور. يقول لي الله، ايه اللي عرفك؟ اقول له ما انا عارف ان انا ماشي بريجولار او يونيفورم سبيد، يبقى سرعتي لن تتغير اول ذا تايم، لن تتغير اول ذا تايم. ليه؟ لان انا ماشي بريجولار سبيد. عملت التجربه دي تاني مع سائق تاني ماشي بسرعه غير منتظمه، وقلت انا هجيب كراسه كده صغيره كل ما السرعه تتغير اسجل فيها السرعه الجديده. لقيت يا جماعه الكراسه خلصت ولسه ما وصلتش، لان انا كل ما اجي اكتب مثلا 50، عبال ما اخلص 50 الاقي بقت زادت، عبال ما اخلص 53 الاقيها قلت. يعني مفيش ماشي بسرعه ثابته طول الوقت، والسرعه دايما تشينجبل طول الطريق بسبب حاجتين: condition of routes، ظروف الطريق وحالة الطريق، والترافيكس. الاتنين دولت يخلوا أي جسم بيتحرك بسرعة غير منتظمة. زي بالظبط المترو، المترو ده يا جماعة عشان يروح المحطة لازم يهدي قبل ما يدخل المحطة، سرعته بتتغير، راح مش عارف فين سرعته تزيد، وصل الطريق وقف، يبقى شغلته للوقت بسرعة غير منتظمة. جودي بقى خليكي معايا في السؤال ده، مهم جدا للكل. تعال نشوف السؤال ايه. اول حاجة بيقول لي ايه؟ ان ده جسمي بيتحرك في ستريت لاين بريجولار سبيد، بسرعة منتظمة. اقول له ماشي تمام. وبعدين حسب الجدول ده، خلي بالك معنى انه بيتحرك بسرعه منتظمه، لو انا زودت خانه هنا وقلت الخانه دي اسمها السرعه، يبقى في كل المرات هتبقى نفس السرعه. طب كام يا ترى السرعه دي؟ انا معرفش،
يبقى اول خطوه لازم اجيب السرعه المنتظمه. طب اجيبها ازاي؟ من كل الديستانس والتايم المعروفين، كل ديستانس وتايم معروفين استخدمهم في قياس السرعه. علشان كده قال لي اول حاجه يا 5 اوفر 10 اوفر 5، 20 اوفر 10، 40 اوفر 20، 960 اوفر 30، دي كلها شباب، دي كلها سرعات متساويه. فقمت انا جايبها وقلت طلعت السرعه 2. بص بقى اللي انا هعمله ايه، الاول نشيل ده كده وده كده. بص هكتب هنا بقى 2 2 2 2 2 2. ليه كده؟ لان معنى ان هو ماشي بريجولار سبيد يبقى سرعته كونستانت اول ذا تايم، سرعته ثابته طول الوقت اللي هي كام؟ 2 متر بير سكند. اقول له تعالى بقى يا باشا على اول مجهول اكس. يا اكس نعم، هو انت عباره عن ايه؟ قالت لي انا ديستانس. اقول له اكس كده بين قوسين كده ديستانس، والديستانس بتساوي ايه؟ بتساوي الفي باي تي. ابص كده الاقي عندي الفي ثابته 2 والاقي التايم 15، يبقى 2 باي 15 تطلع 30. احط الاكس، اقول الاكس طلعت بكام؟ ب 30 متر. تاني، الاول بثبت السرعه ريجولار سبيد، جبتها طلعت بكام؟ طلعت ب 2 متر بير سكند. اقول له الاكس تعبر عن ديستانس، والديستانس ايكوال في باي تي، يطلع الناتج ب 30. اشيل اكس واحط 30. اللي عنده استفسار هنا يتفضل رايس هاند. جميل، نخش على الواي. الواي دي عباره عن ايه؟ عباره عن تايم، والتايم ايكوال الدي اوفر الفي ديفايد الفي. طب ما انا عندي الدي 50 والفي ثابته، والفي ثابته، يبقى معنى كده ان اقدر اجيب 50 ديفايد 2 ايكوال 25. اوعى بقى الاقي واحد يقول لي ايه يا سير وانت واجع دماغك ليه؟ بص يا باشا انا هقول لك بالفقاقه كده ايه اللي هيحصل. اقول له قول يا سيدي. يقول لي ما هي بص هي عباره عن كام؟ كاتن 20 يبقى 30 40 50. اقول له تمام والله مش غلط، بس انت كده ما جبتهاش بي ساينتفك واي، بشكل علمي، جبتها كده بشكل استنتاجي، لكن لازم اعمل الخطوات دي. ايوه لازم، الاول اجيب السرعه اللي هي ريجولار، وبعد كده اقول الاكس عباره عن ديستانس واجيب الديستانس، والواي عباره عن تايم واجيب التايم. تعالى بقى نشوف السؤال اللي كان عندنا في الهوم ورك واللي قلنا ما كناش اخدناه. تعالى نشوف كده عباره عن ايه. فين السؤال؟ اهو. بيقول ايه في السؤال؟ جسم ماشي ب هنا ايه؟ ظابط الدقيقة ريبريزنت ريليشن بتوين الديس والتايم في جسم ماشي بريجولار. بص بقى هنا اعمل ايه يا جودي؟ هقوم عامل خانة كده واقول له 90 اوفر 4 هي هياها 180 اوفر 8. 90 اوفر 4 بكام؟ بكام بايه؟ حد يعملها يا جماعة كده بكام 90 اوفر 4؟ ال 90 اوفر 2 ب 45 يبقى 20، يبقى 22.5 صح؟ 22.5 صح ولا غلط يا شباب؟ حد يراجعني. تمام، يبقى كده كان عندي سبيد كل مره 22.5 22.5 22.5. اجي بقى على الاكس. يا اكس انت تعبر عن ايه؟ عن ديستانس. الديستانس ايكوال اهو، الديستانس ايكوال الفي باي التي. انا عندي الفي 22.5 وعندي التايم زي ما هو قايله لي بكام؟ ب 6. تطلع عندي
126 100 كام 12 يبقى 131.5 3 يبقى تقريبا 135. ده بكام يا جماعه؟ 135. تمام 135. يبقى ده كده الطريقه لما يجي لي تيبل وفي اي مجهول. المجهول ده هو الراجل في الاول هيقول لك ان ماشي بريجلر سبيد عشان يحدد لك الدنيا، وبعد كده يقول لك يلا جيب الكلام ده، اقول له تمام والحمد لله ما فيش اي بروبلم. لحد ما احنا واقفين هنا، اللي عنده اي سؤال يتفضل يقول لا. طب تعالى بقى في الكوتشن نمبر 3، عندي حته كده عايز اقولها وحته مهمه. انت قلت لي يا سير ان الريجلر سبيد ان هو كفر ايكوال ديستانس ات ايكوال بيريود اوف تايم، قلت لك صح والله مظبوط. طب هل الواد ده ماشي بريجلر سبيد ولا لا؟ تعال نشوف كده مع بعض. الواد ده في ثانيه قطع متر، تمام، وفي ثانيتين من 1 ل 3 قطع مترين، وكمان في ثانيه من 3 ل 4 قطع متر، في 3 ثواني من 4 ل 7 قطع 3 متر. طب ده ايه يا سير؟ لا 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 لا، ده واضح ان هو بيمشي بالريجولار، لان مفيش ايكوال ديستانس ات ايكوال بيريود اوف تايم. اقول لك لا، الراجل ده ماشي بريجولار. طب ازاي عرفت انها ريجولار؟ اقول له تعالى بقى اقول لك ازاي. في كل مره هحسب السرعه ثانيه على متر، متر اوفر 1 ب 1، 2 متر اللي هو بقى يا جماعه ما يكونش 3، لان انا عندي من 1 ل 3 الحته دي كده مترين، يبقى 2 ديفايد 2 برضه ب 1 يبقى في 2 ب 1. طب الحته دي برضه ب 1، طب 3 اوفر 3 برضه ب 1، يبقى كل مره السرعه كونستانت يبقى الراجل ده ماشي بايه؟ بريجلر سبيد. يبقى الراجل ده ماشي بريجلر سبيد بتساوي 1 متر بير سكند، ويبقى مش شرط عندي لازم 1 مع 1 1 مع 1، لا 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 لا، اهم حاجه السرعه في دي لما اجي احسب الديستانس ديفايد التايم يطلع لي نفس السرعه، يبقى في 1 بتساوي في 2 بتساوي سي بتساوي 4، يبقى ماشي بكونستانت سبيد. اتفضل يا جوجو. بص يا حبيبتي، انا دلوقتي لما اجي اقول لك انا ماشي بسرعه منتظمه، ده مش معناها ان لازم يكون نفس الديستانس ونفس التايم، انما معناها ايه؟ معناها لما تيجي تحسبي السبيد، يعني هديكي مثال بسيط جدا، هديكي مثال بسيط جدا. مين اسرع؟ جسم قطع 20 متر في 4 سكند، تمام 20 متر 4 سكند، ولا 100 متر في 20 سكند؟ اقول له هحسب السرعه دي 20 اوفر 4 ب 5، وهحسب السرعه دي 100 اوفر 20 الله دي 5. اي سيد ده الاثنين 5، يبقى ماشي الاثنين قد بعض، يبقى ماشي بريجلر سبيد. يبقى ما دام بيقطع لما اجي احسب السرعه من الديستانس والتايم الاقي السرعه نفس السرعه، يبقى انت ماشي بريجلر. مع ان ايه؟ الديستانس غير الديستانس والتايم غير التايم، بس لما اجي اعمل الديفايد عشان اجيب السرعه الاقي نفس السرعه، يبقى ماشي بريجلر سبيد. فاهمان يا جودي؟ يبقى مش شرط لازم يقول لي لازم 50 50 50 لا، او 25 25 لا لا لا، ممكن تزيد بس المالتيبلاينج يكون ثابت. زي بالظبط اقول لك ايه؟ انا هديكي كل يوم مصروف ثابت بس تجيبي لي حاجه ايه معينه. هديكي في اول يوم 20 جنيه هتجيبي لي حاجه ب 10 جنيه يبقى الباقي معاكي 10، تاني يوم 20 جنيه ب 10 جنيه، تالت مره اديتك 30 جنيه بس الحاجه اللي طلبتها منك ب 20 جنيه، فلما تحسبي تلاقي نفسك كونستانت برضه معاكي 10. خامس مره اديك حاجه 100 جنيه بس طلبت منك حاجات ب 90 جنيه برضه تبقى معاكي 10. يبقى هنا كل يوم المبلغ اللي معاكي ثابت بالرغم من تغير اللي انا اديتهولك واللي انت هتشتريه. فانا نفس القصه، مش لازم يكون نفس التايم ونفس الديستانس،
ولكن لازم يكون المالتيبلاينج بتاع سوري الديفايد بتاعهم، الديفايد بتاعهم لازم يكون كونستانت. تمام زي الفل. خش بقى على الافريج سبيد، يعني السرعه الهين السرعه المتوسطه. بصوا يا شباب، لما جيت احسب السرعه المنتظمه سهل قوي، سهل جدا. حتى انا قلت لك انا ممكن اقول للراجل ماشي بسرعه ريجولر، واي حد يكلمني من غير ما افكر ومن غير ما ابص اقول له انا ماشي بسرعه كذا. ليه؟ لان انا ماشي ب ريجولار سبيد. اي طب والريجولر؟ قال لك الريجولر دي صعبه والله، يعني بالله ما تحرجنيش، لان كل مره السرعه هتتغير. It's difficult to determine the amount of irregular speed. من الصعب حساب السرعة غير منتظمة. ليه؟ لأنها دايما changeable، دايما متغيرة. فهل جاء لحاجة اسمها average speed؟ تعال احكي لك الحكاية بقى ايه مع السائق اللي انا خدته كان دوخه طول الوقت ده، عمال رايح جاي بيه ده. السائق ده قلت له انا عايز اروح للقاهره، قال لي تمام. قلت له انا عايز امشي بريجولار سبيد، قال لي اسف ما اقدرش امشي بريجولار سبيد خالص. قلت له طيب بص يا سيدي، احنا هنطلع الساعه كام؟ قال لي هيطلع الساعه 7 الصبح. اقول له تمام، والمشوار كام؟ قال لي المشوار 200 كيلو. قلت له حلو. قلت له اول ما نوصل القاهره انا هنام صحيني. فركبت معاه فمشينا. اول ما وصلنا قال لي اصحى يا باشمهندس احنا وصلنا خلاص. قلت له احنا وصلنا الساعه كام دلوقتي؟ قال لي الساعه 9. قلت له تمام، يبقى كده انت قطعت ال 200 كيلو في ساعتين. انا ماليش دعوه بقى انت ماشي ب 50 60 70، لان يعني يا جماعه ممكن هو ماشي تبقى السرعه 50 50، ومره تبقى 130 150 150، ومره تنزل تاني. فطول الوقت السرعه بتتغير، بس اللي يهمني انه اخذ المسافه في ساعتين. اقول له يبقى انت كده تقريبا السرعه المتوسطه اللي انت مشيت بيها اللي هي التوتال ديستانس ديفايد التوتال تايم، تطلع تقريبا ماشي بسرعه 100 كيلو متر بير ايه بير اور. هقول كمان مره، يبقى صعب ان احسب الريجولار سبيد اول ذا تايم، فبلجا لايه؟ لحاجة اسمها average speed. بتساوي ايه؟ بتساوي التوتال ديستانس اللي قطعها divided على التوتال تايم اللي needed to cover this distance. زي بالظبط ما اقول لك انت مشيت مشوار 20 20 متر، ومشيت مشوار 30 متر، وبعدين مشيت مشوار 10 متر، ورجعت هنا 20 متر، وكل مشوار له تايم، كل مشوار له تايم، كل مشوار له تايم. واقول لك قول لي بقى يا سيدي متوسط المشوار كله كام؟ تقول لي هجمع الديستانس كلها التوتال ديستانس وهديفايد على التوتال تايم، اجمع التايم كله، ويبقى هي دي اسمها ذا افريج سبيد. اهو وات از ذا افريج سبيد؟ ات از ذا total distance covered by the moving object divided على total time taken to cover this distance. يبقى المسافة الكلية التي قطعها هذا الجسم مقسومة على الزمن الكلي المستغرق لقطع هذه المسافة. يبقى القانون اسمه total distance d divided على total time t. طب لو أنا كنت ماشي أكتر من مشوار، جمع كل المشاوير، يبقى دي 1 بلس دي 2 3 4 وهكذا، ديفايد على كل التايمات. ولما تيجي تحسب الافريج سبيد في وعليها سلاش من فوق كده شرطه، دي معناها افريج سبيد. لحد كده يا جماعه في مشكله؟ يبقى انا بلجا للافريج سبيد بيكوز ات از ديفيكالت تو ايدنتيفاي او ديتشماين ذا ايريجولار سبيد اول ذا تايم. مش هقدر احدد الريجولر، فبلجا الى الافريج سبيد. ماشي يا سير. What mean to boy? The average speed of moving object 40 كيلو متر بالاور. ما هو تمام، ده معناها
ان التوتال ديستانس 40 في التايم اللي هو التوتال تايم ب1، يبقى ذات سمين ذا توتال ديستانس كفر باي ذا كار ثرو 1 اور. ما هو التوت، بص يا جماعه 40 كيلو متر بير اور، يبقى التايم عندي ساعه والديستانس 40، يبقى التوتال ديستانس 40 والتوتال تايم ب1، يبقى معناها التوتال ديستانس كفر باي ذا اوبجكت ثرو 1 اور ايكوال 40 كيلو متر. دايما يا جماعه في حاله السرعه بفك السرعه لحاجتين، لديستانس وتايم. وات مينت باي، اي وات مينت باي مديك سرعه فكها لديستانس وتايم. لو كانت سرعه عاديه يبقى كفر 40 كيلو متر ان 1 اور، لو كانت ريجولار كفر 40 كيلو متر ان ايتش 1 اور، لو كانت افريج يبقى التوتال ديستانس اللي كفرد ثرو 1 اور ايكوال 40. كلها بفك السبيد الى الفاكتورز بتوعها ديستانس وتايم. تمام، هنا بروبلمز. الراجل مشى رانر اخذ 100 متر عشان يروح مشوار قطعه في 10 ثانيه، طبعا هو راجع بقى راجع على مهله، فخد نفس ال 100 متر في 80 سكند. احسب لي الافريج رايح، الافريج جاي، والافريج للرحله كلها. رايح 100 ديفايد 10، راجع 100 ديفايد 80، المشوار كله 100 رايح بلس 100 راجع ديفايد 10 رايح بلس 80 راجع ايكوال 2.2 متر بير سكند. ادي يا جماعه تلخيص وما يفهم بالافريجز. نفس ده بالظبط اهو، قطع 100 متر في 10 ثواني، وقطع 300 متر في 40 سكند، وبعد كده ديد ذا ريسر هايست افريج سبيد، كالكوليت ذا افريج سبيد دورينج ذا ايه؟ ذا تريب كلها. انا عايز بقى مين واحد فيهم اكتر؟ بقول لك اهو رانر كفرد فيرست اول 100 متر في 10 سكند and followed by 3 meters في 40 seconds. Find in which part of the race did higher speed. هشوف انهي جزء مشى بسرعه اكبر. حسبت V1 للاول طلع ب 10، الثاني طلع ب 7.5، لا يبقى في الاول كان اصفر. طب عايز احسب الافريج سبيد للرحله كلها، اجمع التوتال ديستانس ديفايدد التوتال تايم، يطلع الافريج سبيد 8 متر بير سكند. اللي عنده مشكلة في البروبلمز دي يتفضل رايس هاند. نمبر 3، calculate the average speed object cover distance 84 meters through 12 seconds. Then قد كده برضو الله زين الله الله يا جماعة في ايه بقى؟ اجمع الديستانس كلها، اجمع التايمات كلها، يطلع عندي السرعه اللي عندي الافريج سبيد. نفس الكلام اهو، مفيش مشكله. تعالى بقى اقول لك الافريج سبيد التعريف الثاني. فاكرين الراجل ده اللي هو انا قلت له انت مشيت من كفر الشيخ للقاهره خدت 200 كيلو متر في 2 اورز، قلت له تعالى احسب كده الافريج طلعت 100 كيلو متر بير اور. خلي بالك هو ما مشيش بسرعه 100، كل ما هو رايح بتزيد بتقل بتقل بتزيد، ما مشيش بال 100. طيب امال ايه؟ طيب انا هفترض افتراض معاك كده، طب افرض يا سيد مشى، هفترض معاك ان مشى بسرعه ريجولار 100. طب فعلا لو مشى بسرعة 100 هيقطع نفس ال 200 في ساعتين. هقول كمان مرة، الراجل ده وهو ماشي ما مشيش ب 100، بدأ ب 0، بدأ ب 20، راح 50، راح 200، رجع 50، رجع مش عارف ايه، المهم أثناء رحلته ما مشيش بال 100. لكن لما أجي أنا حسبت الأفريج بتاع 100، طب أقول لك حاجة،
ما تيجي نخليك تمشي ب 100 كيلو متر بير اور كافريج سبيد. قال لي والله لو سوري كريجلر سبيد، اسف كريجلر سبيد. قال لي والله لو مشيت بيها كريجلر هقطع نفسي 200 كيلو متر في 2 اورز، لان لما تيجي تحسب 200 ديفايد 100 يطلع 2 اورز. الله، يعني الافريج هنا ينفع تبقى ريجولار؟ قال لك اه، بس بشرط cover the same distance at the same period of time. وده التعريف الثاني الافريج سبيد. شوفوا لك ايه؟ It represents by regular speed، يعني يمكن تعبيرها كانها regular speed بس بشرط which the object move to cover the same distance at the same period of time. يعني يمكن الافريج سبيد تساوي الريجولار، يبقى الافريج تساوي ريجولار، الافريج ممكن تساوي ريجولار، وفي هذه الحاله هيقطع the same distance at the same period of time. زي ما قال لك كده، what happens لو في object بيتحرك moving body to its speed may be في اي مومنت، اسف، سرعته في اي لحظه، ان الفي الافريج بتساوي الفي ريجولار، ده معناها انه ماشي بريجولار سبيد. طيب لو هذا الاوبجكت كانت في افريج لا تساوي الفي، ده معناها البادي بيتحرك بسرعه الريجولار سبيد. يبقى ده كده الفرق ما بين ال V average بتساوي ال V أو العكس. ده كده يا جماعة خلصنا كده السيشن بتاعنا اللي هو النهاردة، وهعمل لكم الهوم ورك دلوقتي على الجو